فيما يخص حصيلة الخبرات إلى غاية 31/8/2020، فقد تم إحصاء 4734 بناية فردية، منها 557 مصنفة أحمر 5، البنايات الجماعية 253، التجهيزات العمومية 282 منها 7 مصنفة روج سمك. فيما يخص إنشاء التخصيصات، عملت مصانع البناية بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة على دراسة ومصادقة على بعض المواقع المقترحة، وهي كالتالي: مخطط شبرا الأراضي بمارسو 26 هكتار، مخطط شبرا الأراضي ويكار 7.5 هكتار، مخطط شبرا الأراضي أيو جانز 27 هكتار، مخطط شبرا الأراضي أيان 25 هكتار. تجدر الإشارة إلى أن الدراسات والتحاليل المخبرية جارية ضمن تسخير مكاتب الدراسات ومخابر وطنية مكلفة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة.